حكايتنا النهاردة عن بنت اتخدعت من أقرب الناس ليها زي كتير غيرها، بس عشان هي طيبة وبنت حلال لقت العوض بدري قوي، بس كان مرهق شوية ومحجوز له مكان في السرايا الصفرة، أو على الأقل هي كانت شايفة كده. حضروا فشاركوا وركزوا معايا عشان نعرف بنتكلم عن مين وحكايتهم إيه. بنبدأ مع لولو اللي كانت واقفة قدام مرايتها تتدلع براحتها ومتحمسة تقابل أهل حبيبها تشانج بعد شوية في الفندق، بس لما وصلت هناك شافت حبيبها مع صاحبتها الأنديم في وضع ما تقبلوش السينما النظيفة، فمسحت بيهم الأرض بعد ما فهمت إنها لا عارفة تختار حبايب ولا أصحاب، وفضل حبيبها يجري منها في وسط المكان وهي تجري وراه لحد ما خبط في شاب طول بعرض وزي القمر اسمه شان، ودخلوه معاهم الخناقة بالعافية لحد ما سابهم ومشي وراح على أوضته في الفندق، وما كانش واخد باله من المساعد بتاعه اللي صوت أول ما إيده لمست إيد حبيبها، ولا ركز إن البنت المفترية دي اللي نزلت فيه طلطيش بلا هدف راحت وراه على الأوضة وعمالة تهدده وتقوله مش هسيبك، وهو مش فاهم هي سايبة حبيبها اللي خانها وماسكة فيه هو ليه. بس الحقيقة يا ولاد إنها كانت شايفة حبيبها، أيوه زي ما سمعتوا كده، ما برضو ربنا ما بيديش كل حاجة، وده يخليني أقولكوا إن اللي ما فيهوش غلطة ده عنده داء الاستباحث، واللي بيخليه يتحول لجسم أي حد بيفضل لمسه لمدة 5 ثواني، وما ينفعش أبدا يرجع لجسمه الحقيقي غير بعد 3 أيام بلياليهم. يعني الغلبان ده لمس حبيبها وفي لمح البصر خد هيئته كلها وكل هو الضرب كله، بس المسكين ما كانش يعرف ان ده الاستباحث ده له علاج، حتى لو كان علاج هترفضه السينما النظيفه برضه، وما عرفش ده غير لما وقع فوق لولو على الكنبه وبسها بالغلط، وفي ثانيه واحده رجع لجسمه وما فضلش محبوس في جسم غريب زي كل مره، والسبب الوحيد لده هي لولو. بس قبل ما يستوعب كل ده كان حبيبها دخل عليهم مع مامتها وقعد يقفر ويقول انها بتتبلى عليه وهي في الاصل اللي بتخونه، وعيب يا لولو عيب. وطبعا لولو مش فاهمه ازاي حبيبها ما طلعش حبيبها، واكيد مهما اقسمت له باللي شافته محدش هيصدقها، وحتى لما حاولت تشرح مناعها شان وقال لمامتها انه هيصلح غلطته، وبنعرف ان شان بقى على الحال ده من ساعه ما حط له حاجه في الواين من 5 سنين وهو يا حبيبي لسه على عماه. المهم حكى الحكايه كلها للولو وقال لها انها لازم تفضل ملازمه على طول لما يتجوزوا عشان تبوسوا على طول اول ما يدخل في جسم تاني، واشترط يمضوا عقد سوا عشان لو طلعت سره ملوش عندها غير البوليس. قالت له اولا مفيش جواز، وثانيا شوف لك دكتور عشان شكلك تعبان في دماغك، بس ابننا ما استسلمش وجرب عملي قدامها مع السكرتير وما رجعش لجسمه غير لما بسها فعلا، فقالت له هو انا بلطشه ولا ايه؟ شويه خصوصيه يا استاذ مش كده. وعصبيتها دي خلتها ترفض الخاتم اللي اعتبر شبكتهم يعني، وقالت له انا مش للبيع ولا هسمح انك تستغلني عشان تفضل محافظ على جسمك، ومشيت وهي غضبانه جدا وهو ما كانش فاهم سبب رفضها وغضبها. فالمساعد بتاعه قال له ان مفيش واحده بتتجوز واحد لسه عارفاه من ساعتين الا لو كانت مجنونه، والبنت ست العقلين، فهو طبعا ما سكتش وراح جايبها شركته وقال لها عندي ليكي شغلانه تعيشك ملكه، وهي انك ترتبطي بيا وبعدين نشوف حوار الجواز. فقالت له يا بيه هو انت سمعك تقيل؟ بقول لك انا مش للبيع، وسابته وقامت. وساعتها كان اخوه الصغير والممثل المشهور شينج جاي الشركه، وفي اشاعات كده بتقول ان الاخين بينهم مشاكل، بس شينج طنش الصحافه وطلع على الشركه وقابل لولو في الاسانسير، وساعتها قعدت تقول له قولي بحبك يا شيماء في المايك، وما كانش عارف يخلص منها لحد ما شان ومساعده ركبوا هم كمان الاسانسير، وفضلت لولو واقفه بين الاثنين وهم بيتخانقوا على الفيلم اللي الصغير عايز الكبير ينتجه والكبير مش عاجبه السيناريو، واتصدمت جدا لما عرفت انهم اخوات، وما عبرتش شان لما سالها تاخدي كام وتمضي وتوعديني، فقالت له التالت مرة إنها مش للبيع، بس بقى عليها أوفر فجأة وقبلت تتعشى مع شينج اللي عزمها مخصوص عشان يقيس أخوه مش أكتر. وهناك قالت له لولو إن هو اللي جايب لها الميدالية اللي معلقاها في موبايلها، بس شينج ما كانش فاكر إنه قابلها قبل كده، وفجأة لقيته بيقول لها توافق على طلب أخوه وترتبط بيه عشان أخوه غريب ومريب وبيختفي بالتلات أيام وهو عايزها تفضل معاه وتعرفه كل تحركاته. فقالت له لا انا مش للبيع ومش جاسوسه، هو اصلا مفيش جاسوسه اسمها لولو. وبعدين فكرت شويه وافتكرت انه اداها الميداليه دي في يوم كانت بتعيط فيه جامد وانها اساسا كانت بتاعه مامته، فقالت تعمل باصلها وترد الجميل ووافقت، وساعتها طبشان عليها وخدها ومشي، وسالها اعمل ايه عشان توافقي؟ قالت له انا موافقه ابقى معاك بس بصفتي سكرتيره عندك مش اكتر. وانسى الهبل اللي في دماغك ده، قال لها انساه عشان انت طبعا طبعا مش للبيع وكلنا عارفين. وفعلا راحت شغلها اول يوم وكان مستنيها هناك موظف رخم اسمه فانج، حاول يضايقها كتير لحد ما جه شان وقال له يعملها كويس لانها سكرتيره المدير، ومشي كلهم من المكان اول ما عرفوا ان شريفه هانم وصلت الشركه، وبنعرف انها ست ليها اسمها وسلطتها هناك، فشنج بيبعت لولو بيعرفها على شريفه هانم، وفانج بيقول لهم ان لولو دي تابعه وفي صفهم وقريب قوي هيكشفوا سر شان وهيسحبوا منه منصبه، بس لولو ما اتكلمتش مع الست دي كتير ولا اديتها عقد نافع ومشيت بعد ما شنج مشي بشويه. ووقتها شنج بيكون نسي موبايله في الاجتماع وبتسمع شريفه هانم الرساله اللي جات له، وبتلاقي لولو بتطلب منه يروح مكتب شان، ووقتها بنتنا اللي مش للبيع بتكون هناك فعلا وبتتخض اول ما بتلاقي شان قلب على شكل اخوه،
فجت تبوسه أول ما حست بصوت بيقرب من المكتب، إنما هو منعها وشافتهم شريفة هانم في الوضع ده وافتكرت إن شينج بيحب السكرتيرة فعلا. بس شان ما اهتمش لغضبها وسابها تمشي، وقام بس لولو ورجع لجسمه وحذرها لو فكرت تاني تتجسس عليها يوديها ورا الشمس. بس بنتنا شكلها مش هتجيبها البر، وحاولت تركب له كاميرات في بيته وتخليه يتواصل مع حد غريب وتصوره وهو بيقلب عشان تفضحه. بس الحظ كان معاه وعرف يكشفها بسرعة قبل ما تفضحه، فسألها وهم في العربية ليه حطت كاميرا في بيته، وأكيد كرامتها مش هتهون عليها وتقول إنها جاسوسة. فقالت له بصراحة كنت بصور السكس باكس بتاعتك عشان جامدة، هو أنت بتروح جيم إيه صحيح؟ وهنا حس شان إن دي أغبى حاجة سمعها في حياته، وقام واخدها البيت وقال لها فرجهم لكلايف. وأول ما حست إن الموضوع دخل في الجد اعترفت على طول وقالت له إنها بتعمل ده عشان ترد جميل أخوه عليها، وسابته ومشيت من البيت. بس هو ما شاء الله ساحر يعني، وأول ما رجعت بيتها لقيته واقف هناك مستنيها، وقابلوا جارتهم أم صاحبتها الخاينة ودخلوا كلهم سوا بيت لولو. وفضلت الست تقول إن تشانج مش مخلي بنتها عايزة حاجة، والدور والباقي على لولو اللي ماشية مع واحد مجهول، وده طبعا قبل ما تلاقيه طالع في التلفزيون وتعرف إنه يقدر يشتريها هي وشريعها كله. فاتكسفت وقامت مشيت عشان أم لولو تاخدها على جنب وتقول لها الواد ده لو طار منك لأنت بنتي ولا عرفك، وبعت ترجع البيت النهاردة. عمالة تقول أنا مش للبيع مش للبيع، وما أول واحدة بعتها أساسا. هي دي سخرية القدر زي ما بيقول الكتاب. المهم خرجت مع شان وراح يشتري لها هدوم جديدة، وعلى ما سابها شوية كانت قابلت تشانج وصاحبتها وقعدوا يغيظوا فيها شوية لحد ما فقدوا النطق أول ما شافوا عربية شان الجامدة ومعاملة الأميرات اللي بيعاملها اللولو. اللي لما سألته بتعمل معايا كل ده ليه قال لها بحاول أفيدك زي ما أنت بتفيديني، بس فضلت لولو شايفاه مش سالك خالص. وفي يوم كان سكرتيره أجازة وفضل لازق لولو وقال لها إن مامتها عزمته على العشاء وراح معاها بيتها غصب عنها عشان يلاقي الاتنين عاملين له اختبارات في غسيل المواعين وكل شغل البيت عشان مامتها تشوفه قد المسؤولية ولا لأ. وانا بتفق مع طنط ام لولو اننا نعمم الاختبارات دي. طنط بقى سابتهم ونزلت وعرفت لولو انها مش راجعه غير تاني يوم، فدخلت تستحمى وسابت شان غرقان في المواعين لحد ما سمع صوتها بتصوت، فجري يشوفها ولقاها متزحلقه في الحمام، وكان لسه يا دوب هيروح يلحقها قامت حتفاه بالصابونه في وشه وطردته. عنيفه قوي لولو. المهم جابت له علبه الاسعافات وحطت له مرهم على مكان الخبطه وقالت له ان مامتها حبستهم هنا في البيت ومش هتبطل حركات العيال دي ابدا. فلقيته مش مهتم بحاجة غير بالخطة اللي اتخبطتها في الحمام وحطلها عليها كريم، وهي بقى من ساعتها راحت في عالم بامبي وما رجعتش لحد ما فوقها صوته وما بقتش عارفة ازاي مشاعرها ناحيته اتغيرت فجأة كده. وايه دقات قلبها اللي سمعاها دي؟ يكونش اللهم محفظنا الحب؟ وفضلت بنتنا مش قادرة تحدد مشاعرها لحد ما قعدوا ياكلوا سوا ويلعبوا لعبة عرفت منها انه يتيم الام وان شريفة هانم تبقى مرات ابوه وكانت معيشة طفولة تعيسة قوي. فقالت له الحال من بعض وانا كمان بابايا مات في حادثه وانا صغيره، وحسوا انهم بداوا يلاقوا لغه حوار بينهم لحد ما شان طلع الفنان المكبوت اللي جواه وقال لها اغني لك اغنيه من غير مناسبه كده، والحقيقه عجبها صوته بس حست انها سمعت الاغنيه دي قبل كده، علشان كده لما نامت حلمت حلم غريب بانها كانت بتسمعها من اخوه وبعدين لقيت شان قدامها فجاه. وتاني يوم في الشركه لقيت لولو جواب غرامي على مكتبها وافتكرته من شان، فقال لها عيب والله تفكريني قديم كده. وفعلا اتكبست لولو وطلع الجواب بتاع حد من الموظفين، انما شان رخم عليها وقال لها اشمعنى يعني انا اللي جيت في بالك؟ قالت له عشان انت اكتر حد بكرهه وانا عارفه حظي يعني. والحقيقه يا ولاد ان لولو شخصيا ما كانتش مقتنعه بالهري اللي بتقوله، عشان هي ما بتكرهش شان ومش عايزه منه غير انه يبطل تزوير عشان لا هي ولا انا لاقيين قلبنا في الشارع، وده اللي خلاها تحاول تتجنبه خالص وكلمت اخوه يخرج معاها، وهناك فتحها في موضوع سر شان تاني وقال لها انه معتمد عليها هي وبس. فزهقت من زن وقالت له سر شان عشان تريح دماغها، بس الغريب انها لقت شينج شخصيا واقف وراها والمكان بقى فيه اتنين شينج، وطبعا شينج الاوريجينال طب ساكت اول ما لقى نفسه باصص لنفسه وما يعرفش المسكين انه باصص لشينج الهاي كوبي. ايوه زي ما فهمته كده، شينج اللي فتنت له لولو بكل حاجه كان في الحقيقه شان، وحذرها لو عملت العمله دي تاني هيرموه بره الشركه وساعتها ذنبه هيبقى في رقبتها، وسابها بتحاول تفوق اخوه مشي. وساعتها كان في صحفي بيصور فضيحة الممثل المشهور وحبيبته السرية الكحيانة الغلبانة، والأخبار اللي نزلت دي خلت فانزات ويستقصدوها ويبعتولها تهديدات على الشركة عشان شينج أوبا خط أحمر، بس ابننا شان أوبا موجود ويسد. وقام اتصل بالصحفيين وخلاهم يروحوا المكان اللي لولو مستخبية فيه، وأول ما جت تهرب مسكها من إيديها وقال للصحفيين إن لولو تبقى خطيبته مش حبيبة أخوه، ولبسها الخاتم قدام الكاميرات كمان وربنا يتمم على خير يا فنان. لولو بقى لو فرحت بالجدعانه اللي حصلت دي من غير رغي ما تبقاش لولو. وفضلت بقى تقول له انت عملت الفيلم ده عشان سمعه الشركه وعشان مصلحتك اكيد يعني مش عشان بتحبني. قال لها لولو هو انت في حد من عيلتكوا كان عبيط؟ المهم لولو ما فهمتش التلميح، واول ما وصلها بيتها لقت مامتها جامعه ستات الحي كلهم ومستنيين لولو والشاب الغني المسمسم اللي خطبها على الهوا.
حتى في الشغل لقيت نفسها بتتعامل معاملة مرات المدير وناقص يفرش لها الأرض ورد. وكل حاجة كانت ماشية كويس لحد ما شينج اتحايل علشان تاني عشان ينتج له الفيلم، وهو برضه مرضاش يجازف عشان فيلمه الأخير سقط. فتنرفز شينج وراح زاني لولو في كورنر كده وقال لها تخلصه من حوار شان ده في أسرع وقت. ووقتها جه شان خدها من إيديها ودخلها على مكتبه وسألها هو أنت في صف سبت وتلات ومعاه هو اتنين وخميس وكمان سايباه يستغلك؟ فقالت له والله زي ما أنت بتستغلني وعاملني زرار ترجع بيه لجسمك هو الأيدل بتاعي ويستغلني براحته. فقال لها طب يلا الباب عندك أهو، ولو فاكراني بستغلك ولسه مش فاهمة أي حاجة يبقى اتفضلي بره. وفعلا عندت معاه ومشيت لان عمرها لا كانت ولا هتكون للبيع. بس الحوار ده ما كملش ساعتين خرجت فيهم مع شينج وقعد ينم على اخوه شويه ولاحظ كمان انها غلطت في اسمه وناديته شان، ولما راح يجيب العربيه لمت نفسها انها مش قادره تبطل تفكير فيه لحد ما لقت السكرتير بيكلمها وبيقول لها الحقيقه دي شريفه هانم جايه وشان قالب شكلي دلوقتي. فسابت شينج وراحت على هناك، ولما دخلت له وجت تبوسه فقال لها لا عندك يا اناسه ولو انت مش للبيع فانا كمان عندي كرامه ومش هسمح لك تقولي عليا بستغلك. فقالت له استاذ احمد عبد العزيز مش وقت افوره خالص، وانا يا سيدي اسفه على كل اللي قلته، وكمان انا مش بحب اخوك وهو بالنسبه لي مجرد ممثل بحبه وعندي استعداد اشتغل لك زرار على طول. وقامت مرجعاه لاصله، وساعتها اكتشفت انه عمل فيها المقلب ده مخصوص عشان يتاكد من مشاعرها ناحيته. وتاني يوم في مكتب شان كان قاعد مع اخوه وعامل نفسه مش سامعه وهو ملوش سيره غير الفيلم، لحد ما شينج عرض عليه يساعده يوقع لولو في حبه مقابل ميزانيه الفيلم. وحتى لما رفض فضل اخوه متمسك بافكاره، وهي انه يجي يدافع عنها قدام واحده غنيه جدا بتقول لها يلا يا بطله فقيره وماسكه ايفون، او يقول لها جدي عايزني اتجوز يا اما هيحرمني من الميراث وساعتها يعملوا عقد 3 شهور وهو ما عندوش جد اساسا. المضحك بقى ان بنتنا كانت واقفه ورا الباب وسمعت الافكار الرهيبه دي وقالت انها هتلعبه زي ما هو بيلعبها، وقامت مبوظه كل الخطط دي. بس شينج من غير ما يقصد وقع في حبها هو كمان وفضل لازق لها في الشركه، سايب بنات البلد ورايح للي بيحبها اخوه، بكره يحطه في دار مسنين. المهم عارف شينج ان اخوه ولولو رايحين عشاء بمناسبه خطوبه اللي ما يتسموا حبيبها القديم وصاحبتها، وقال لا الفرصه دي لا يمكن تفوتني، وراح هو للولو بعد ما ورط اخوه في شغل قد كده. بس باعها وخلع اول ما جاله تليفون من منتج عشان الفيلم، وراحت لولو لوحدها واستفردوا بيها هناك وقالوا عنها كذابه وان شان عمره ما هيبص لها، لحد ما لقوه داخل عليهم وبيقول لهم ان لولو خطيبته وحبيبته وشكرهم الاتنين على خيانتهم ليها والا ما كانش قابلها وحبها، وقال لهم كمان ان الفندق ده بتاعه يعني بتاع خطيبته ويا ريت يقعدوا فيه باحترامهم. فقامت صاحبتها اتخانقت معاه ومسكت ايديه فخدته لولو وجريت قبل الفاسمه تقع في الراس، بس يا حبيبي حظها كان وحش وفجاه لقت نفسها راجعه بيتها مع صاحبتها، قصدي شان بوش صاحبتها بعد ما لمسته، ودخلت جابت له تي شيرت وجيبت ليه عليها. وبعدين في اللخبطه دي بقى المهم يعني يا ولاد فضل يتحايل عليها ترجعوا الجسم، فقالت له لا والله ما يحصل ومش لولو اللي تعمل كده على اخر الزمن ولو بفلوس الدنيا. فقال لها اه طبعا ده كلنا عارفين انك مش للبيع، بس يعني كلك نظر وانا راجل محترم ولابس جيبه قدامك، فلو تيجي على نفسك شويه اكون شاكر ليكي جدا. بس بنتنا ما لحقتش تفكر عشان الباب خبط وطلع اخوه جاي يزورها في نصاص الليالي من غير ميعاد وبيقول لها ان مفيش منتج ولا حاجه وطلع مقلب، فسابته وراحت تشوف شان استخبى فين، وفي لمح البصر كانت خبطت فيه بالغلط وحصل اللي حصل ورجع مننا الجسم بالسلامه. وكده رسميا لولو بقت مع الاخين الحلوين في بيت واحد. ولما شينج شاف اخوه بالجيبه افتكروا لمؤاخذه، وكان موقف شان مش هينساه طول عمره. وتاني يوم بتخرج لولو مع شينج وبتلاقيه عمال يسبي لها ويحب فيها وكان خلاص هيبوسها، لكن شكل ده حق مكتسب لشان بس اللي ظهر فجأة وسألهم بتعملوا ايه؟ فقال له انه بيتدرب معاها على تصوير مشهد، فقال له طب تعالى يا حلو وخلاه يصور المشهد مليون مرة، لحد ما شينج اتعصب عليه وقال له احنا خلاص هنلعب على المكشوف وانا هنافسك على قلب لولو. فقال له لا يا حبيب اخوك لولو ارقى من اننا نتنافس عليها. فشينج قال له طب على الاقل انا حب طفولتي مش موجودة وما رجعتش من السفر زي ناس. وساعتها كانت لولو في بيت شان ولقيت هناك واحدة جاية بشنطتها اسمها ريهام ومعاها صورة لشان وعملت لولو على إنها الدادة، لحد ما ظهر شان وسألته مين دي، ففضل ساكت شوية كتير لحد ما هي استنتجت لوحدها إنها السكرتيرة، وده ضايق لولو وأحبطها من شان اللي استكتر يقول إنه معجب بيها حتى، فسابت الشقة ومشيت وراح وراها وقال لها إنها فهمت غلط وإن ريهام دي أهله كانوا متفقين يجوزوها له من صغره بس هو بيعتبرها زي أخته. فقالت له والله انا ما يهمنيش عندك كام اخت، بس من هنا لحد الملخص ده ما يخلص ما تكلمنيش غير في الشغل، ويا ريت بعد كده تقولي يا انسه لولو وخلي ريهام تنفعك. وفلت لولو لازق باخوه طول الوقت حتى لما راحوا يتعشوا مع شان وريهام اللي كانت طول القعده بتحاول تبين قد ايه هي وشان كانوا قريبين لبعض، وفجاه دخل عليهم السكرتير بدعوه فرح الباشمهندس شان على الانسه اور، وده صدم شان وقال انه مش موافق على الهبل ده ومش هيتجوزها، وقبل ما يروح قال لها انه طول عمره شايفها اخته ومهتمش ابدا باتفاق اهاليهم ولا حتى بحبها ليه.
فراحت تعيط لشريفة هانم اللي قالت لها انها هتقدر تجوزها له اول ما تعرف سره. فحلفت ريهام تكشف السر باي تمن. وفي الوقت ده كانت لولو بتشتكي لمامتها ان شان هيتجوز غيرها، فقالت لها يا خساره كنت عامله حسابي جوز بنتي يبقى متريش. بس مش مهم، مادام اخوه الميجا ستار بيحبك اهو هنخش السينما ببلاش. وبعدها بيوم استغل شينج الاكشن اللي حصل وراح قال لولو ويل يو ماري مي، والشعب كله عرف مكانهم وبيتقدم لها فين. فراح شان على هناك جري بس ما لقاهمش لما وصل، فحاول يتصل بيها بس لقاها واقفه وراه لوحدها، واتفاجئ وحاول يقرب لها بس قالت له اثبت مكانك لا تولع وانت واقف، وفتحت له تحقيق وهو واقف بعيد عنها، وقالت له هتساله اسئله لو جاوبها صح يبقى هتسمح له يقرب منها. وكان من ضمن الاسئله دي اذا كانت لولو مميزاتها اكتر من عيوبها ولو كانت اجمل بنت في الدنيا. بس ابننا صريح شويتين وقال لها انه مش لاقي فيها ميزه، وموضوع اجمل بنت في الدنيا ده واسع شويه. فطبعا كانت هتتقمص وتمشي، والصراحه يعني حقها. بس الواد لحق نفسه وقال لها بصراحه كده يا لولو انت صحيح ما فيكيش ميزه، بس انا بحبك زي ما انت كده وراضي بنصيبي، ولو على الجمال يعني فانا مش شايف غيرك ومفيش اجمل منك في عينيا. فهي طبعا رضيت عنه وقالت له خلاص هحضنك حضن افلام بقى وامر لله. وبعد رومانسيه افلام اوائل الالفينات دي سالها في العربيه عملت ايه مع اخوه، قالت له رفضته من زمان قوي يا اسطى انت لسه فاكر تسال. فقال لها خلاص هعمل له الفيلم واعوضه عن كسره قلبه. ومحبكلوش يبوسها غير في اللحظه اللي ريهام شافتهم فيها، وطبعا الغيره سيطرت عليها وحلفت تنكد عليهم. وقامت متفقه مع فانج انها تعمل فيها مقلب وتجمعها هي وشينج في مكان في اوضه واحده وفي وضع مخل وتصورهم لشان يشوف الست حبيبته واخوه بيعملوا ايه. بس لما ده حصل ودخلت عليهم شافت شينج ثانيتين بس، وبعدين لقت شان قدامها وبيقول لها خطتك فشلت، وانا ولولو محدش هيقدر يفرقنا عن بعض ابدا. وبكده نفهم ان شان اتفق مع اخوه يلمسه ويتحول عشان يظبطوا الحكايه بعد ما السكرتير سمع ريهام وهي بتتفق عليهم، فمشيت مهزومه وسابتهم هما يصنعوا المجد في الفندق عشان ما شاء الله عليهم ما بيضيعوش وقت. بس صحيوا تاني يوم على مصيبه جديده، وهي ان شريفه هانم ناويه تفضحه في الشركه بعد ما عرفت سره. وبنعرف ساعتها ان ريهام كانت حاطه مايكات في اوضه الفندق وعرفت السر، فلما راح اجتماع مجلس الاداره لقاها بتسلم عليه بايديها ومش راضيه تسيبه. ايوه السوسه كانت مستنياه يتحول، والشركه يعني مش حمل اتنين شريفه هانم. فلولو قطعت الكهرباء عن الشركه ودخلت بسيته بسرعه عشان لو كان اتحول يتلحق قبل ما يتفضح. وفعلا حصل والحمد لله، الخطه الشريره فشلت وخد لولو ومشي بعد ما اعلن عن علاقتهم لمجلس الاداره وانه هيتجوزها. وده خلاها تفكر طول ما هي معاه في الجراج اذا كان قال اي كلام او عايز يتجوزها بجد. وهو كمان كان محرج يعرض عليها الجواز، ده غير انها قلبه وشها عليه وما يعرفش ليه. وفي يوم قابلت لولو واخوه لقيته بيسالها لو كان حوار جوازها من شان حقيقي، فقالت له لا يا عم اشاعات، فحس انه كده ليه فرصه تانية معاها. بس صدمته وقالت له ان صحيح الجواز اشاعه بس هي فعلا بتحب شان ومفيش في قلبها غيره. فلقى نفسه اتكسف وقام قايل لها انه كان بيتضرب على مشهد واداها الميداليه بتاعتها وقال لها انها وقعت منها اخر مره. فقالت له يا اسطى انت مش فاكرها، ده انت اللي اديتها لي لما بنات المدرسه حبسوني في القطر وانت جيت انقذتني من 5 سنين. قال لها لا والله يا بنتي انا لا اعرف الميداليه ولا شفتك اصلا من 5 سنين. فجمعت الخيوط ببعضها وافتكرت ان اللي انقذها غنى لها نفس الاغنيه اللي غناها شان قبل كده، وفهمت ان اللي انقذها ووقعت في حبه كان شان، بس على حظها كان متحول لجسم اخوه. وافتكرت انه قضى معاها اليوم كله لحد ما النهار طلع عشان ما تخافش وهي لوحدها. فسابت شينج وطلعت تجري على شان عشان تواجهه باللي اكتشفته، ولقيته عارف من البدايه وقال لها انها اساسا حبه الاول والاخير. وقام منور لها السطح وعمل لها جو رومانسي وعرض عليها الجواز. وطبعا بنتنا مش هتلاقي عريس احسن منه، بس تقولوا ايه الحلو ما يكملش طول ما شريفه هانم مشرفانا في المسلسل، عشان المدام جابت دواء جديد يبوظ الواد اكتر ما هو بايظ، غالبا المره دي عايزه يتسخط فرخه محمره. وفعلا اول ما شرب الواين حس بحاجات غريبه في جسمه وفضلت تصوره لحد ما تحول لاخر حاجه توقعتها، يا ريته اتسخط فرخه بدل ما هو اتسخط لولو. المهم الست دخلت له اوضته تشمت فيه وتقول له يا اختي عليكي يا شابه واوصفي لي شعورك بالشعر الطويل، وقالت له خلاص ينسى الشركه والاداره. بس الحمد لله كل ده طلع مقلب من المسلسل كله عليها تقريبا. وفجأة لقيت شان طالع من وراها بيقول لها ان ريهام سمعت خطتها الشريره وجت قالت لهم، والله جدعه يا ريري. المهم اتفقوا كلهم على شريفه هانم ومعاهم شينج اللي ما كانش سهل عليه يعمل كده في مامته، بس الحق ما يزعلش. فاتجننت وجابت سكينه وكانت عايزه تخلص على لولو عشان هي اللي قوت ابنها عليها وطردتها من الشركه. بس شان خد هو الضربه، ورغم انها كانت قويه الا اننا شفناه بعد سنه بحاله كويسه وزي الحصان. وبيقول كمان ان فيلم اخوه نجح وبقى عامل فيها عمر الشريف عصر، وعرفنا كمان انه اتجوز لولو ومستنيين نونو. واظن مفيش نهايه سعيده اكتر من دي نقفل بيها ملخصنا، وطبعا رايكم يهمنا ومتحمسين نعرفه في الكومنتس. وما تنسوش برضو تفعلوا الجرس وتلفوا لفه بباقي القناه وتشوفوا بقى ملخصاتنا الحلوه وتستنوا مننا كل جديد. وسلام.